رئيس ماكرون من خلال المستشارين تبعه قالوا له تفضل اشتغل، نحن عندنا هذه القناعه بدنا نتساعد بهذا الموضوع. صار في تواصل مع الولي العهد محمد بن سلمان بين رئيس ماكرون، رئيس ماكرون هذا الاتصال الشهير. نعم، بس هذا الاتصال خليني كمان وضح شغله مهمه للشعب اللبناني يفهمها. لبنان منه الاولويه الاولويات. نعم. ومش الولي العهد بيوم الصبح عم بيفكر بلبنان، ولا الرئيس ماكرون. رئيس ماكرون عنده هموم حاليا مع موضوع التقاعد والاشكالات والمظاهرات يلي عم بتصير بباريس، وعنده مشاكل اوكرانيا وروسيا ومشاكل الطاقه و100 مشكل ايران وغيره. ما حدا يفكر انه الهدف من هذا الاتصال كان يحكوا عن لبنان. لبنان تنكون واضحين، لانه اللبنانيه فاكرين انه لبنان محور الارض والشعب اللبناني مركز الاستقطاب العالمي لكل رؤساء وامراء والملوك العالم. أوكي. بس انا بالاتصال بالاتصال في كان بنود مثل كل رئيس. هالاتصالات الهاتفيه مثل الاجتماعات بتصير. يعني جدول اعمال كذا كذا كذا، في جد في علاقات ثنائيه، في العلاقات التجاريه مع السعوديه، في الموضوع التفاهم والتقارب اللي صار مع ايران الى ما هنالك، وفي بند سنوي من هالبنود اسمه لبنان. انحكى بهالبنود وخلال بالملف بالبند اللبناني. رح كون صريح كمان معك، المملكة العربية السعودية محكومة من جيل جديد. نعم. هيدا الجيل منه معلق بلبنان مثل الجيل السابق. أنا لما كنت صغير كان عمري 5 سنين و6 سنين، كنت قاعد بالشياح على طريق القصر. كنا بكل صيفية أوائل تموز آخر حزيران يجي على لبنان أمير الكويت وملك السعودية وكل الأمراء تبع دول الخليج يصيفوا بحمدون وبزوفر. نعم. وإلى ما هنالك. كنا نقعد ننطرهم، كنا ننطرهم على الطريق يحملونا الأعلام، متذكر تماما. ننبسط، يخلصوا من المطار يوصلوا عصر الجمهوري. بعد ما يخلصوا زيارتهم للرئيس يروحوا يقضوا شهر بلبنان ببيتهم. هيدا الموضوع. هودي الشباب جديد، الجيل الجديد الحاكم هيدا جيل علاقته صارت بلندن، باريس. نعم. واشنطن، نيويورك، بطل يعني لبنان مثل قبل. هيدا اول شيء. اثنين، السعوديه بالتحديد تعتبر انه عملت خيارات كلها سقطت ورهانات كلها سقطت بالمسرح اللبناني، بطلت معنيه. ومحمد بن سلمان اليوم عنده هدف هو 2030. نعم. الرؤيه الاقتصاديه للمملكه العربيه السعوديه، وبالتالي عم بيجرون جر على الملف اللبناني. يعني فرنسا عم تكون هي اللجوجه اكثر شيء، انه يا سعوديه بدنا نأمن التوازن بلبنان. أوكي. بالحكي مع الولي العهد بقول له خلينا نحن هذا اللي قلت لي كانه نحن منا هالقد مشاردين بالملف اللبناني، بس بما انك فتحت سيره لبنان، لبنان نحن معنيين بواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه اللي هن اللي حكيوا عنهم اكثر من مره. شو ما رح كررون اللي هن مواصفات نيويورك، مواصفات الرئيس، البيان اللي طلع بين السعوديه والى ما هون، البيان السعودي الفرنسي بعد الى ما هون والامريكي. نعم. هيدا كله واضح، كلنا بنعرف شو هن الشروط. طيب هن بيعتبروا انه هذه المواصفات لا تنطبق على مرشح سليمان فرنجي. قام رئيس ماكرون حدد سكتب كل هيدي الهواجس وبلغهم اكيد لديوريل. ديوريل تقريبا كل اسبوع عنده تواصل مع كل القيادات اللبنانيه والاشخاص، بيستشير يمينا ويسارا. تواصل مع مجموعه مع سليمان فرنجيه ومحيطه وبلغهم هيدي الهواجس. سليمان فرنجيه اخذ كم يوم، 3 4 5 ايام تا جوجل كل هيدي الامور، وراح على باريس ليبلغ هو. نعم. شو بيقدر يعطي او يستجيب مع هذه الهواجس. نعم. ورجع. بيقوم ديوريل بيرجع على لحظه، شو عمل بباريس؟ بلغ، راح على باريس تمام مع باتريك ديوريل. انا معلوماتي يمكن مغلط، بس انا معلوماتي لهلا انه لم يكن هناك لقاء مع الرئيس ماكرون على الصعيد الشخصي. نعم.